Oui. Ça va faire de la règle là. Ça va aller vite. Ensuite, tu dois faire ça. كده احنا فتحنا الزفاف الزراعية كده اللي احنا شايفينه الفرن الصغير ده هات الزراعية هات الموات دي بشكل الزراعية يعني كده اهو هنبدأ نركبها في الفرن بتاعنا نفتح شوية بس كده تعالى معايا شوية عايز راتشيك تركيب الزرع ياخد قد ايه يا دكتور؟ ممكن بس نقول للناس هو احنا كده احنا فتحناها في اقل من دقيقة اوكي دلوقتي التركيب الزراعية ياخد مننا اقل من كده بالظبط تمام احنا دلوقتي بنربط الزراعية البيشنت زي ما احنا شايفين مش متضايق مفيش وجع في وجع عندك اي وجع يا دكتورة؟ نو نو اوكي الدكتور الماني يعني من البيشنتس بتوعنا حبايبنا اوكي ده احنا بناخد حاجه اسمها التورك التورك ده بيبين لنا نجاح الزراعيه بتاعتنا دي اول حاجه بتبين ان الزراعيه بتاعتنا ان شاء الله ناجحه بتبين الانيشال ستابيليتي اللي هو الثبات الاولي بتاعها كده احنا حطينا الزراعية بتاعتنا كل اللي باين من مكانها الخرم الصغير ده بنركب حاجة اسمها طبة الزرعة ايه طبة الزرعة دي اللي بتقفل المكان اللي بيركب فيه بعد كده الراس اللي هيركب عليه الضرس تعالي كده يا دكتورة سنة نفتح شوية للدور كده خلصنا هي دي عملية الزراعة يا جماعة كنت حاسة بأي حاجة؟ لا الحمد لله كده احنا خلصنا عملية الزراعة بالوقت باللايف عندكم هي ما خدتش دقيقتين اوكي شكرا خلاص هات زبادي مؤقت مؤقت؟ اه خلاص يا جماعة ماشي خلاص انا تمام شايفين بعد 3 شهور